منذ انطلاق العطلة الصيفية، الشركة برمجت خطة متكاملة لتأمين عودة مدرسية وجامعية في ظروف طيبة. أعدت برنامج لصيانة الحافلات على مستوى الصيانات الكبرى، على مستوى المحركات، على مستوى علب السرعة، على مستوى صيانة وتجديد هيكل الحافلات. نسبة الإنجاز محترمة جدا. عندنا 166 حافلة إن شاء الله مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، إضافة إلى الحافلات الأخرى التي تؤمن النقل المدرسي والنقل العادي، النقل المختلط. وهذا إن شاء الله بقدرة الله نهار 15 سبتمبر الشركة الجوية للنقل بنابل باش تكون على أهبة الاستعداد لتأمين تنقل أبنائنا وبناتنا التلاميذ والطلبة في ظروف طيبة، وتأمين تنقلهم معناها إلى كافة المعاهد والإعداديات وكافة المعاهد العليا معناها في ظروف إن شاء الله تكون طيب. بالنسبة للاشتراكات، احنا معناها وضعنا على ذمة معناها كافة التلاميذ والطلبة 27 نقطة في مختلف المراكز وفي مختلف المعاهد في ولايتي زغوان ونابل لتسهيل عملية بيع الاشتراكات. كما ذكرت، أي تلميذ أي طالب يجيب زوز تصاور يطبع في مطبوعة من طرف المعهد متاعه، ويذكر الخط اللي حب معناه التنقل فيه، يدفع معلومة الخط ذاك، وفي الإبان يتحصل معناها على الاشتراك متاعه. تجربة جديدة السنة معناها أمنتها الشركة هي إحداث معناها مراكز متنقلة دي بوان دو فونت موبيل اي دو بوان دو فونت فيكس، مربوطة بالنظام المعلوماتي سيستيم دانفورماسيون جديد. حبينا في بداية السداسية الأولى للعودة المدرسية نعملوا تجربة على مستوى ليزيت نابل وعلى مستوى بني خلاد باعتباره مقراب للإدارة المركزية، باش يكون معناها مراقبتهم ومتابعتهم بصفة حينية وبصفة لاصقة. إن شاء الله معناها جندنا كافة الإطارات باش يتبعوا العملية هذه، وإن شاء الله باش نوقفوا عليها باش نشوفوا إذا فما إخلالات. وفي السداسية الأولى بقدرة الله باش يقع تعميمها على كافة نقاط البيع في ولايتي نابل وزغوان.